السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتكم الرياضية وليد هوب. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، كنت أشاهد يعني مباراة مانشستر سيتي أمام إيفرتون، يعني رياض محرز بدأ المباراة بريتم عالي ونتمنى يقدم الأفضل لنادي مانشستر سيتي وعلى الأقل يسجل هدف أو يقدم تمريرة حاسمة. يعني كان قادر رياض محرز يسجل في بعض الحالات، إلا أن الحظ وايضا الفار، تقنيه الفار اعزائي المشاهدين هي التي يعني اصبحت يعني تجعلنا نمل من كره القدم، خاصه اعزائي المشاهدين ان قلت لكم في فيديوهات سابقه ان تقنيه الفار تريد مساعده ليفربول للتتويج بالدوري الانجليزي الممتاز، وطبعا اعزائي المشاهدين هذا يبقى رايي شخصيا، واذا انتم ترون هذا الشيء مثلي مثلكم يعني اضغطوا لايك، والذي لا يرى هذا الشيء مثلي ولا يتفق معي في هذه الاطروحه يضغط ديسلايك. أعزائي المشاهدين، كما تشاهدون في الصورة رياض محرز يعني مدافع نادي إيفرتون يعني مسك يد رياض محرز وما كانش أورجو، يعني بعد استعمال تقنية الفار اكتشفوا بلي ماشي أورجو ورياض محرز كان قادر يسجل، إلا أن يعني المدافع نادي إيفرتون مسك رياض محرز، يعني هذه بينالتي يعني بدون تفكير، ولكن رياض محرز يعني يظلم من تقنية الفار للمرة الثانية على التوالي أمام يعني شيفيلد يونايتد وأيضا اليوم أمام إيفرتون. إلى أين بهذه تقنية الفار؟ لا أحد يعلم ذلك، ولكن أعزائي المشاهدين يبقى أبرز الحلول هو أن رياض محرز يبينهم لعب في المباراة. طبعا أعزائي المشاهدين أردت أن أشارك معكم فقط هذه النقطة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.